مساحتنا هلا بدنا نحكي فيها عن موضوع اجتماعي بحت سالي، وهو التقاعد، وخاصة هي المرحلة هي مرحلة ضمور اجتماعي. يعني بصير من حدا مشغول بعمل معين، بروتين عمل معين، صحيح. لحدا عنده وقت فراغ كتير كبير. تقتصر الدائرة الاجتماعية على بعض الأصدقاء المتقاعدين، أو حتى تدقيق بتفاصيل العائلة وأفراد العائلة اللي كنا عم نحكيها تحت الهواء. اليوم بدنا نعرف طبعا الحالة النفسية والجسدية لآثار التقاعد. اليوم كيف ممكن نتعامل مع المتقاعدين، وخاصة كأسرة، وخاصة كمان كأولاد؟ الأولاد أكثر شيء ممكن يحسوا بهذا الشعور. أكيد مع رندا نضار، هي أخصائية بالإرشاد النفسي. يسعد لي صباحك، صباح وأهلا الخير، وسهلا فيكي. أهلا فيك يا رب. أهلا وسهلا. يسعد صباحك رند. يعني كنا عم نحكي تحت الهواء انا وياكي وزينب عن هدول القصص يلي هيك بتصادف بحياتنا اليوميه. كل حدا ممكن يتواجد ببيته او تصدف ببيته حدا يكون يعمل، يعني وله فتره طويله، مثلا سواء كان بوظيفه الدوله او بقطاع خاص، بغض النظر هو كان يعمل، لانه غالبا في اعمال تمتد مع الشخص، ولكن في فتره اسمها التقاعد. هون بيترك الشخص عمله، بيرجع بتختلف عنده الحياة، بيرجع للبيت، فبيصير عنده شوي من الملل، بيصير بيتدخل بقصص تانية، صحيح، ممكن قصص ما كان يلتفت لها أو ما ينتبه لها. يعني حتى مع الأولاد، يمكن زينب بيصير بيعرف إمتى أنت مثلا غيرتي شيء باللوك تبعك، المرة بالمطبخ شو عم تعمل، بصير بتدخل هدول الأشياء. هي حنحكي فيها معك. تمام. هلا بالبدايه التقاعد هو مرحله حتميه كل الافراد حيمروا فيها، صحيح. لكن خلينا نقول تاثير التقاعد بيختلف حسب الشخص نفسه، حسب مرونته لتقبل هذا الشيء، وحتى خلينا نقول استعداده المسبق وتخطيطه لهي المرحله وتهيئه النفسي انه انا حامرق بتغيرات نفسيه جسديه وحتى اجتماعيه رح تتغير عندي، فتقبله هذا كثير بيساعد. هلا صراحه التقاعد هو له تاثيرات كثير سلبيه، خلينا نقول على الشخص، بس مثل ما حكينا حسب من فرد لاخر بيختلف. اهم اول شيء التقاعد بيفرض على الشخص انه هو ينسحب اجتماعيا، تقل علاقاته الاجتماعيه، طبعا نتيجه انه انسحابه من مكانه الاجتماعي، فانه نتيجه انه انسحابه من العمل، فاصدقاء العمل انه بيصير على المدى الطويل حتى يتواصل معهم. هذا طبعا كمان في عنا بيشعره انه هو بفقدان الاهميه والقيمه الاجتماعيه، انه انا كان لي مكاني ووجودي سابقا، اما هلا انا فما عاد لي مكاني الاجتماعي. هلا بيحاول يعوض هذا الشيء انه بيصير لدائرته الضيقه اللي هي الاسره، بيصير بيحاول انه يوجد لحاله اهميه، انه انا لساتني موجود، انا لساتني، فهون بيصير ببلش يدقق على التفاصيل الصغيره، خلينا نقول يصير في خلافات بالمنزل. هلا اذا نحن بدنا نشوف الاثر النفسي، ليش يا ترى هو هيك؟ لانه هو اذا نحن بدنا نفهم نفسيه المتقاعد، هو عم يشعر بعصبيه، بغضب، بتوتر نتيجه هي التغيرات اللي عم بتصير فيه، هو عم يعيش بمرحله قلق، بانه هو فعليا بصير عنده قلق انه انا تقاعدت، معناها انا بلشت هلا بمرحله التقدم بالسن، معناها انا قدراتي الجسديه عم تتراجع، طاقتي عم تضعف، فهذا الشيء بيسبب له القلق انه انا معناها قريبا ممكن موت، حتى بصير بيقلق انه هو انا ضليت اذا مثلا لفتره طويله من العمر، فانا عندي قلق فقدان الشريك، فمعناها انا اذا توفى مثلا الزوج او الزوجه انا بدي اعيش وحيد لنفسي، يعني ما في مين شريك يساعدني يعينني. كمان بالاضافه بصير في عنده الامور الماديه عم تشكل له قلق انه انا انخفض دخلي، فمعناها انا ممكن اذا ما قدرت اني انا استمر بحياتي انا ممكن اضطر اني اعيش مع اسر الابناء، وهذا كمان بشكل له ضغط. هلا اذا هون ما حسن هو يتعامل مع هاي الافكار والقلق، ممكن يتحول هذا الشيء لعنده لمعاناه من اكتئاب، بالاضافه انه هذا الشيء انه واحباط وملل، نتيجه كمان انه شعوره عنده وقت فراغ طويل عم يعاني منه، هو كان مثلا متعود مثلا نفترض 7 8 ساعات عم يقضيهم بوظيفه معينه، بيجي هو لهون بمرحله التقاعد صار عنده وقت فراغ طويل، ملل، احباط، يأس، بصير عنده حتى بيفرض التقاعد عليه انه تغير بنمط عادات الحياه، مثلا بيضطرب نومه، عاداته الغذائيه بتضطرب، مثلا انه ممكن الفطور الهي كله، فبتلاقي ممكن بعض الاشخاص يلجأوا يصيروا مثلا للتلفاز لوقت طويل او للنوم لساعات طويله، هو هيك كنوع من التعويض او خلينا نقول تمرير الوقت، بس هذا الشيء كمان بيرجع بيحبطهم نفسيا وبيخليهم انه شعور بالعجز، عدم القيمه، انه انا كنت انسان منجز فعال، فهذا الشيء بيحبطه، وبيرجع كمان هون بتكثر الخلافات الاسريه، بتكثر مع الابناء. نعم. ومع الزوجه بتصير الخلافات. نعم رندا، يعني الحاله النفسيه كثير بتاثر يمكن على المتقاعد، أكيد. وخاصه رده فعل الاب، الاولاد خلينا نقول ما بيتقبلوا يمكن التدقيق بتفاصيلهم الكثيره او بتفاصيل البيت، حتى الزوجه احيانا ممكن تاثر رده الفعل
على الحالة النفسية للمتقاعد، وبالتالي ممكن تصير مشاكل أسرية أيضا بقلب هي الدائرة الضيقة. اليوم كيف فيهم الأسرة يعني المقربة أنه تساعد المتقاعد على أنه يملي وقته؟ يعني أنا مثلا منشوف مثلا كتير نماذج أنه مثلا بابا انزلت مشي رياضة، جبلنا أغراض مثلا، هي أشياء يمكن كانت ملقاة على عاتق الأم أو الأولاد، يوم بتوكل للمتقاعد أحيانا. تمام. شو رأيك بهي الطريقة؟ وهل في طرق تانية لأنه يملي وقته؟ تمام، هلا هي الطريقة أول شيء جيدة، بس كمان في عنا نحن إنه المتقاعد هلا خلال فترات حياته أكيد في كثير أمور كان بيرغب بيعملها، بس هو ما ساواها نتيجة انشغاله بالعمل، فممكن هون الأبناء والأهل حتى إنه يشجعوه إنه أنت مثلا في عندك كنت أهداف تسعى تحققها بحياتك، بتحب تمارس هواية معينة، أنت بتحب تقرأ تكتب، فنحن ممكن نشجعه إنه نساوي له مثلا عود بابا أنت بهالمكان هون بإمكانك تكتب، بإمكانك تمارس هواية، أو حتى ممكن يتعلم مهارة معينة جديدة، أو إذا كان عنده مهارة سابقة مثلا بيعرفها ممكن إحنا نشجعه إنه يفتح مشروعه الخاص مثلا، أو حتى يدرب الشباب ينقل خبراته إلهم، فهذا كمان هون بيعزز إنه هو مهارته، إنه هو ثقته بنفسه إنه أنا فيني موجود، عم فيد العالم من الخبرات اللي أنا اشتغلتها خلال سنوات حياتي، حتى في عنا ممكن إنه يشجعوه على ممارسة الرياضة، حتى إنه كمان يشجعوه إنه يحافظ على علاقاته الاجتماعية، إنه يضل مستمر بلقاء أصدقائه، حتى يكون علاقات اجتماعية جديدة، هذا كمان بيعزز له ثقته بنفسه، حتى إنه يتقبلوا إنه إذا كان خلينا نقول بما إنه في بصير تدخل نوعا ما بالبيت، إنه يتقبلوا إنه هو مشاركته بالأعمال المنزلية، فممكن مثلا يصير مثل ما قلتي مسؤول عن بعض المهام، إنه كله مهام إنه هو مسؤول عنها وهو بيتابعها، وهذا الشيء بيشعروا إنه هون نحن إنه خلص صار في عندي أنا أمور بحياتي بقدر أقوم فيها وحققها. نعم. يعني رند ايضا قديش مهم هو الشخص نفسه المتقاعد اللي حاسس بهذا الشيء يعمل مثلا برنامج لحياته حتى ممكن هو يخفف عن حاله. يعني عن جد انا اخر شيء وصلت لنتيجه انه ما حدا بيخفف عنك قد نفسك. صحيح. يعني قد انا ما واسيتك او قد ما حكيت انا، بس انت لحالك، لانه الانسان بيطلع من نفسه، يعني بيطلع من الحاله اللي هو فيها بإرادته. صحيح. بقرار. فقديش مهم انه يحط برنامج لحاله، ما عاد يكون عنده وقت للالتفات لمواضيع ممكن تخلق مشاكل داخل الأسرة. يعني أحيانا الواحد بغينا عنها مع ضغوط هالحياة، بتجي فوق مشاكل صغيرة كتير بتكون صغيرة. صحيح. ما لها قيمة. صحيح. هلأ بالبداية مثل الفرد هو أفكاره مع نفسه، أفكاره الإيجابية، تشجيعه لنفسه أني أنا بقدر أتخطى هي المرحلة، هي تلعب كتير دور كبير، وحتى الأسرة تقبلها أنه ومعرفتهم ووعيهم بأنه هي في عنها طبيعة تغيرات عم بتصير كمان بتساعد. كمان في عنا نقاط مهمة أنه نحن وقت الأولاد أو الأهل بيقدروا بيحترموا انه هذا الشخص وبيحسوا انه لساتنا نحن متقبلينك مثل ما كنت سابقا، ما تغير هذا الشيء، هو هذا الشيء بيشعر براحه نفسيه كثير كبيره. كمان في عنا هو تفاعل، طبيعه التفاعل بالعلاقات، انه نحن دائما نقدره نحاوره نفتحه باحاديث، انه نحن نحترم رايه، هذا كمان الشيء بيعزز ثقته بنفسه انه انا لساتني لي مكاني بين ابنائي واسرتي. حتى كمان انه نحن خلينا نقول اذا كان في احفاد، تفاعله مع الاحفاد، تعليمهم حتى مهارات معينه، تدريبهم على الشيء، لعب معهم، هذا كثير بيساعد. حتى نحن في عنا شغله كثير مهمه بتخفف انه وجود مشكلات، هو دائما متقاعد مثلا اجى على هالبيت اولاده بهذا الوقت انهم طلعوا صاروا برات البيت، فهون هو بصير بوحده بانا انه وين راحوا وين تمام تمام. هلا هون الابناء كثير عليهم خطوه مهمه انه نحن نشاركه باوقات معينه، مثلا مشاركه الطعام، مثلا نحن نكون متواجدين معه مثلا بالفطور غداء شيء، هذا بحسه انه انا واولادي حوالي، انا ما حسيت حالي وحيد. كمان نقطه ثانيه ممكن يشاركوه باوقات ترفيهيه، يعني مثلا نحن نتمشى مع بعض، ممكن نتشارك معه نروح على التسوق، ممكن احيانا الحدائق، احيانا حتى اللعب بالمنزل، ممكن لعب شده شطرنج، هذا انه هو عم يقضي وقته مع اولاده. حتى في عنا نقطه كثير مهمه هي العلاقه بين الزوجين، انه يكون في تفاهم، في حوار بيناتهم، حتى في انشطه مشتركه يوجدوا نشاط مشترك بيناتهم، ممكن الرياضة، ممكن المشي، ممكن مثلا يتعلموا هواية جديدة، يتعلموا شيء جديد، انه يكون في حوار وتواصل بيناتهم، هذا كمان بصير في ألفة تخفف من المشاكل، وقت الزوجة بتفهم الزوج او العكس، انه هن كل حدا شو مشاكل او الشيء اللي عم يشعر فيه بيحاولوا يلاقوا نقاط او حلول وسط بيناتهم لحتى يتفاهموا ويتغلبوا على المشكلات اللي هن عم يمرقوا فيها. كمان مثل ما حكينا انه الاحفاد لها دور كثير كبير، المهم كثير انه نحن خلينا نقول الشخص المتقاعد حتى انه يصير انه يراعوا الاهل، انه ما يصير في عندنا صراع اجيال، بتلاحظي انت بيكون الاحفاد
في عنا الأجداد، فبصير عنا هون في صراع بيناتهم إنه هذا بشوف هدول غلط وهذا. نحن إنه هون المتقاعد حتى يحس إنه يضلوا الأحفاد مقربين إله إنه هو يحببهم بنفسه، بالعكس خليه يقول إنه يتذكروا إنه عم يعلمني شيء أحسن ما عم يخانقني. عرفتي كيف؟ إنه هذا الشيء إنه بيصير إنه بيقوي الصلة بين الأحفاد والآباء، وكمان إنه هنن بيصير علاقة الفة قوية، وإنه كمان بصير العلاقات والمشاكل بتخف، ما بصير في مشاكل بين الأبناء والآباء. يمكن في كثير نقاط سلبية كمان لازم المتقاعد يتجنبها خلال فترة وجوده بدون نشاطات، أو إذا هو فايت بحالة اكتئاب، لأنه في منهم بيفوتوا مثل ما قلتي بحالة اكتئاب، إنه كانوا فاعلين وصاروا قاعدين عاجزين بالبيت، هاي عندهم الفكرة. في ناس عن جد طبعا صعب، يعني رند تمام ما فيك فورا تتعاملي معه. هي. فخبرينا شو النقاط السلبية اللي لازم يتجنبها حتى ما يوصل لهالمرحلة. تمام، هلأ بالبداية نحن إذا كان الشخص مقبل على مرحلة التقاعد، بداية إنه يخطط بشكل مسبق لهي المرحلة وهيئ نفسه، يجهز حاله. تمام، هيئ نفسه إنه أنا عندي تغيرات جسدية حتصير، عندي تغيرات نفسية واجتماعية رح تصير، هذا الشيء بيساعده كثير. شغلة ثانية إنه نحن يحافظ على علاقاته الاجتماعية، لأنه أول نقطة نحن بتصير عنا هو الانسحاب من العلاقات الاجتماعية، فهون شو بيصير؟ بنعكس هذا الشيء على نفسيته، وكمان بيصير في عنا هون هو يصير أكثر عرضة للإحباط والاكتئاب والمعاناة من الأمراض النفسية. تمام؟ شغلة ثانية في عنا إياها إنه هو دائما يحافظ على نشاطه. بتلاحظي دائما أغلب المتقاعدين، خلينا نقول ما دغري أول ما يتقاعدوا، بس هي على مراحل لاحقة بتصير إنه هن ببلشوا يقل حركتهم نشاطهم، ما بدنا نطلع خلينا قاعدين، بصير في عندهم نوع من الكسل. هلا إنه إذا توقف النشاط الحركي هون عنا بصير تدهور بالحالة الصحية والنفسية كمان، فمشان هيك هو ضروري كتير يحافظ على نشاطه، يمارس الرياضة، هذا الشيء كمان كتير بيساعده. كمان إنه هو ممكن يمارس هوايات، هذا كمان بيرفه عن نفسه، ينظم وقته. أهم شيء كمان عنا أوقات النوم، إنه كتير أحيانا في منهم بيصيروا إنه اضطرابات بالنوم عنده، فهذا كمان بينعكس على حالته النفسية بس عليه بشكل سلبي. بدنا نتشكر كتير يعني هالمعلومات وهالنصائح، يمكن لضمن حديثنا كان كله نصائح عطيتينا ياهم رند، وصدقيني يعني يمكن بعدين بيتعودوا الأهل البيت إنه هذا الشخص خلاص، وبيتعودوا عليه وبيستفقدوا إذا تماما على الطبع بتصير هي عادة، يعني أول شيء مختلف بعدين بتصير شيء طبيعي وروتين حياة. شكرا لوجودك معنا رند، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك يا رند، وإن شاء الله الكل يكون استفاد من هالمعلومات. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية.